أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: استدنت من جدتي مبلغ وقدره 10,000 ريال، وقالت لي: إذا اكتمل المبلغ عندك فلا ترجعه لي، بل اجعله صدقة جارية. ثم توفيت جدتي وتوفر الآن المبلغ عندي، فهل أنفذ وصيتها أم أرد المبلغ إلى الورثة؟ إذا سمح الورثة بذلك أنفذ وصيتها، أما إذا لم يسمحوا فالمال للورثة. نعم.